الله الرحمن الرحيم. بالمير مصطفى رئيس فرقة فرسان بشار اللي تأسست سنة 2017 واللي تكونوا فيها بزاف فرسان نجون ندربوا الخيل ودربوا الفرسان، وكانت تحت اسم الجمعية الفروسية التقليدية وتربية الخيل، ودرك في الوقت الحالي راه الاسم نتاعها الجمعية الولائية فرسان بشار اللي هو الفروسية. كما راكم تشوفوا معنا نجو ندربوا الخيل والفرسان، كل حد عندنا تدريبات، نشاركوا في تظاهرات، نوجدوا رسالنا للتظاهرات، وشاركنا في عدة تظاهرات خارج الولاية وداخل الولاية. واللعب اللي نلعبوا فيه هو لعب التدراج، كاين زوج أنواع، كاين لعب تاع الأمير عبد القادر القلبة والشيخ بوعمامة، تلعب يعني في القلبة راها تمشي الخيل وتجي نايضة غيدوروا يجوا يجروا، وفي التغضاب راه تجوا غير بشويه نطلقوا الخيل غير بشويه. كاينه اشاره المقدم شاف الالفه يزقي على البارود، كي يقول كاين اللي يقول هب، كاين اللي كل واحد وعنده الاشاره اللي يقولها باش القرص هذاك الفرسان يكون الفارس، كي يلحق المشوار تاعه يكون ودنا عند المقدم، كي يسمع الكلمه هذيك يجبد يخرج على البار يخرج البارود تاعه. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.